بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. وحين نكسو جلني درسي صرفي اسم فاعل بين مرني أولا وحكوري فعل هي فعيلة ومتعدية وحيكو إيمان شري وزن كفاعل بعد اسمي فاعل كجكينسا وقتل واحد أرانسا قاتل وضرب واحد أرانسا ضارب وقام واحد أرانسا قائم سماهن. ثانيا طلبات مرة بعد فعيلة اللاسم فعيلة دي لاسم كهيد ها 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 هي ها 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 أما اللازم ها نقط أما متعدي ها نقط أما مضارع يفعلها كل ماد أما يفعلها كل ماد يضع لك القاد من مطلقا ها هي أوكي. ولذلك أفرس دخل مدارع دمحكو يماده فاعل كنا داخل سوف على يفعل ما أوكي. فتح مدارع دمحكو يماده هاي اسم فاعل محكو إينا يا فاتح هاي ضرب محكو يماده اسم فاعل ضارب هذا سوما رتيد لبدي سدح ذي مضارع با فاعل بكل مادين اوكي غا مطلقا هي قام محضرنا ساه قام يقوم صومها اسمك فاعل له وانا لاسم صومها اوكي وهكذا ساكو سعسي ما فهمت اوكي. وحولي ثانيا فعل اللاسم فعل هذا اللاسم كان ويأتي وكي مادا اسم الفاعل اسم فاعل منه حقيسة قياسا ساقو قياسة حال كونه مقيسا ساقو قياسي وحكي مادا على ثلاثة أوزان سدح وزن وكي مادا هي وحي كليهن فاعل إريقا فعل لما دل ووحي كتصية أيا كي مادة على داء حنون أو عرض وح صوكر لي وح نوقف كل هانشرين أو كو صوكر لي عرض كسو دبك قيمي نحو سيدا وجع وحنون صدي سوف علما فهو إساق وجع وبكان فرح وفرحي فهو إساق فارح فعل كوكين شاجية ومرغودي فهو إساق شاجين شاجين أي الله أرانا يا أصل كي شاجي بو أها شاجي طبعا وحالقو كينا يفعل ضم دي يأذى لحتفي وأي يأذى حرف علا يهيد قيس كي مرتي فدحاؤهم بامحانك إلى هذا أي قادن كرتا يا أذيب على إسك جوي وحين قطي شاجين أوكي وحلم إذا ثميلة فعيلة صماها فهو إسق ثميل ومد سرخانصا أي سكرة وقد يخفف محانك إلى هذا والله فضوديا بإسكان عينه بالله فضوديا إن عين الله ريابه وهل كي فعل لأنتري فعلوني نحو سيدا شئس المكان ماشي وي أتكاتي فهو إساقو شئز هل كي لأران لها فاعل لقو كين لها باعين تي اللي إسكان ريابه يا وحا لأران يا شئز فعل أي خشن وحا كلاو فعل لاسم اسم هذا فاعل كي مادا أفعله لما ووحي دلك تسيا على لون مضب
أو خلقة أما أبور نحو سدى شانيبا فهو أشنب أقف الكعدعد أي أبيض الأسنان وأسود قف مدو سو لون ماها أفعل بيكو إيمانيا وأعور وأبور قف عورا وأحول قف محامكو إلى هذا أي إشو وريك سنتهي فعلان لما دل ووحي كتسيي على امتلاء بحسنا أو أمس حرارة بضن على وش يقبتها يونس نحو صدى شابع فعل فهو يسوي شبعان وقف يوسن وريان وقف عكن وقف ربي كسو عبد درقه وعكن يهي ملي يهدا وميرها سوى كل عكن أنت حولها الله استعمالها لكن قف بي عبايا بي كدر قيبا لي هذا ريان وعدش وآمي علوش قبنس فهو يسقو عطشان ويه وقد يأتي ويسن كان فعلا وكل مادة لغير ذلك وحن حرارة بضن إيه امتلاء منا أهين نحو سيدة جذيلة وفرحي ومصاد فهو يسقو جذلان ومد موسيسا أي فرحان وشذ من ذلك وحاكشا دبي فعلدي لاسم كاهيد وزنان لبا وزنوهما وحي كليهن وسن استغفر فعل لازم يكون على فاعل ككواد ومحي فاعل نحو سدى فني الرجل نكي ودمادي اي هرم وغبوبي ودقوبي فهو استغفر فان وان دمادي وفاعل حملا يدو لو حنباريو على داهب او اتجد لمناسبه النديه وحا كدحيسا واسكمد قفكاس ودمادي يو تغي waxa tagaaso marma dhamaadaan qofkuna soo u dhamaanay Soomaaliye isma raacayo waa isku mid marka nidiya ka dhaxeysa fa'il nahnu sida bakhira fa waysa go bakhirun hamlan waxa lagu qaaday ala kariimin wa bakhir ya kariim waa isku fa'il oo maxaa ka dhaxeeya li munaasabati diddiya oo iska soo horjeeda bakhila oo qofka dhabcaalka kariim kuna waa deeqsiga Soomaa ثالثاً كسدح هذا فعلة حديء فعلك فعليه هاي وسن كيس محالك كينيا ويأتي ويمادا اسم فاعله اسم كيس فاعل مقيساً سوى قياسا قياساً أي مقيساً سوى حال كونه مقيساً سوى قياسا وحكي مادا على وزنين لبا وسن هما لبا وسن وحي كريم فعل نحو سيدا سهل وسهلان هذا فهو إساق سهل وقف سهلا ووح سهلا فعل ايو فعيل نحو سيدا نظوفا والنظافة دوبي فهو يساق نظيف وحلم إذا كرم كريم وحلم إذا شرف شريف سوما ألقى أمرك أو حقوقش يجي صدح قاب واسمك فاعل لقل لسه كو حقوق يري فعل ومضلقة يفعله متعديا وحاتكوك انت على وسن فاعل سوما هي فعله لاسمنا وحكاغا شيغي صدح قياسه هي اللي بشهاده فعل سيدا وجع هي افعل سيدا اشنب اما اسود اما ابيض اما احمر وحمد باهان جري اما اخضر اما اغبر فعلان سيدا شبعان هي عطشان صدح راسي فعلاء ولاسمة بقياسته وحاشاتك لبو فاعل سيدا فان ايو فعيل سيدا بخيل فعلا ايو فعيلة لبضا مصاركت هل مرباكو هاري فعلاء إلا فعلك ماضي صدح راسوها فعلا فعلاء فعلاء فعلا والاقوش يقول حلقوير فاعل كوكا فعلنا ولقوك لقضاء وحلقوه هدي متعدي تهينا فاعل كوكين هدي لازم تهينا أو سانتا صدح لا قياس وقدر لبدا سنة وشاد فعلا إيا فعلا فعلا إيا فعلا مالك أركع كوب حضي محا صهري فعلا إيادا نوحو كوكيري لبوا سنبا إلادا فعل سهلا سهل إيا فعيل سيدا نظف نظيف وفعل إيه فعيل سوما
لبدا قولي كتماده وشد منه وحاكشا دوبي عشرة أوزان شن وسن أيا كشا دوبي فعلد وشد وحاكشا دوبي منه فعلاء فعلاء وحاكشا دوبي عشرة أوزان طبا وسن وذكرها وكشي ابن مالك في لامية الأفعال هي يد وحوية إن لغوك يعني أفعال سيدا أحمق طقن وحقي كتمي من حاموقا حاموقا وعلى وسن فاعولا مركال كسي كشهدو أي إذا فسد رأس رأيه بألغ وضا ومركو نغضقف طلاءهان ليته أو أركتي قابا أنسي قدنين فعال سيدا جبان من جابنا فلي وفليوبي وبقي إذا ضعف وامركو ليتان نغضو ووهاب وعبصد كل عواية وحكى له كشهدو ذا فاعل سيدا حسن من حصن وفعل وقرمة إذا كان جميلا وامركو قرح بذن يهيو طبعا لا يهي إيو فعال سيدا فرات حقي كتمي من فرط الماء بيه بمعانا ذا مقعبا لهذا وانفليا بيومركو آذو معايهن حل حليو إيه مغ لبده ولا يهدا سوما بيم عانه حل حليا إذا كان عذبا وأمرك بيم عينه فعل باكشا دودا سيدا عفر من عفورة إذا كان ذا خبث ومكر وأمرك يهي قف لقرت مليقة قف حن أو خيام رأي لقرت مليقة وأمرك يهي وحكى له فعولك شهدوا دي فعول سيدا حصور حقي كتمي من حصورة أو محل إذا حصورة إذا كان لا شهوة له في النساء ومركا ندمركا وحضرين أقاد وآنوا شركي صدمرك وحضرين أوهين وحكى له فعولك شهدوا دي فعل سيدا غمر وحقي كتمي من غامورة محال هذا مكة غامورة إذا كان جاهلا بالأمور وحما قرأته إذا كان جاهلا وأمرك يمدان قرنين بالأمور أرما يعني قفك أن أقوال لهين إيه جاهل كابا وحال هذا غمر وتيؤها يظن الغمر أن الكتب تهدي أخاثقة لإدراك المعالي وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهوم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم عن الصراط المستقيم وتلتمس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم مركا غمرة وحكى رأو كتمي فاعل أي فعلك شهدو ده تصالها عاقر حقي كتمي من عقورة المرأة هوين يذبا وحي نقطة مدليس عاقر أوقف مدليس إذا لم ترد ومركان وحب دلين وامرأتي عاقر سوماهن وحكى له فعولك شهدو دي فعول سيدا جنوب من جنوب بمعنى بعد وفق هذه جنوب كاس مركا فعول باتكو كينيس هدو مفرد هاي رجل جنوب ومفرد هدي مثنيين رجلان جنوب رجال جنوب إفرادك يتثنية يتمع فعل بكو إيمانية أو أمس كان أول نقضي من جنب أول فقادي أو أمس كان أول نقضي ذا جنابة مت جنابة صاحبة وحاكرا فعلك شهدو دي فاعل تصرى فاضين من فاضون إذا كان ومركو ذا فهم مت صاحبة فهنيو وحذق فهمك واسلعون يدي ألقى مركا وحاد لقو قصر شيئا اسمك فاعل قاب كمحانكو إلى هذا يأي لورد سيو فعل هذا كتمد يفعل متعدي قاب كأبس وحان كشهدو ذا أفر وسن سوما هذه أي فعل لاسب كتمادنا صدح قياس بإلي هذا إيو لبو شادة هذه فعلتها هنا وحيل يالتا الله وقياسا إيه طبعا شادة وصاص حفظي قيدي أمبك وهري وإنتاس
wuxuu kugu yidhi marka wa jamiicu maa dhammaan waxyaabaha sabaqa uu soo tegey oo soo hormaray dikruhu sheegiddiisa waxaa lagu soo sheegay oo dhan eesaa loo kala qayb qaybinayaa min oo min abniyati alfaacili min abniyati ismi alfaacil oo qaab dhismeedyada ismiga faacil ka midi innamaa in kale maahe huwa isagu waxa weeye idaa qusida bihi waa marka loo jeedo athubuutu waaddawaam thubuud wax jooga ama dawaam wax maxaan ku idhaahdaayey jooga waa isku mid sugnaansho iyo degnaansho yacni waxaynu nidhi ismiga faacil sifadiisu maxay faa'idaysaa wax marka hore xaadisa hadhowna zaa'ila soo mahayn maanta markaynu sidaa u qaybinanno waa marka ay ku jiraan waxyaabo aan saa'il ahayne daa'ima tusaale ahaan biyaha macaan oo kale biyaha macaan soo macaanka iskama wataan aha amaa idaa qusida haddii loola jeedo bihi ismiga faacil alxuduuthu waatajadud wax soo kordhay oo soo cusboonaaday alxuduuth wax soo derriyey oo dib ka yimi waatajadud wax soo cusboonaaday fayajuusu waxaa ku bannaan fayajuusu waxaa bannaan binaa'uhu in laga dhiso min kulli ficlin thulaathiyin ficil kasta oo thulaathiya in laga dhiso mudlaqan iyadoo aan laba kala qaadinba calaa wasni faacil in laga keeno oo la yihahdo jadila fahuwa jaadilun jadlaan baynu kusoo aragnay soo ma okay oo leeda farixa fahuwa faarixun farixun baynu kusoo aragnay soo ma iyo jabuna fahuwa jaabinun jabaan baynu kusoo aragnay halkaa markaa ismiga faacil haddii laga doonayo markaad dhisasid haddii macnaha la doonayaa uu yahay wax xaadisa oo soo kordhay ama maxaan ku idhaahdaayey tajadud oo hadda soo cusboonaaday oo qofku aanu lahaan jirin faacil baad ku keenaysaa haddii wax daa'ima aada uga jeedana waxaad ku keenaysaa waxyaab qaabkaa la soo sheegaad u qaybinaysaa tusaale ahaan qofkani fulaynimo ma lahayn laakiin dee mar unbuu baqay maalin unbuu sakatiyey waxaad odhanaysaa jaabin markaa sifada cabsidu waa wax isagoo aan fulay ahayn maanta kusoo korodhay oo maanta ku dhalatay berrina ka tegayso dee maalin walba saa u gariiri maayo marka dee wax iska celinayaa ma fahanteen haddiise ay tahay wax daa'ima saasaad u kala qaybinaysaa ee masalan hadduu iska yahay bahal dee fulay oo khaak hadiila sii carara jabaan iska dheh facaal waad fahantay soo ma waa saas qaabkaasaa loo kala qaadayaa intaa waxaynu soo dhiganay ismiga faacil markaa ficil laga dhisayo waxaynu waxaad u kala qaadaa thulaathi iyo gayru thulaathi gayru thulaathigu markaa ama rubaaci ha noqdo ama khumaasi ama sudaasi maanta o dhan waxaynu kusoo jirnay iyo shalay waa haddii thulaathi laga dhisayo waa haddii laga dhisayo thulaathi haddana wuxuu inoo gelayaa gayru thulaathigii wuxuu yidhi ismu lfaacili ismiga faacilo min gayri thulaathiyi thulaathi gayrkii laga soo dhisay waya'tii wuxuu ku yimaadaa calaa wasni mudaaricihi qaabkii mudaaricisu ahaa laakiin maca ibdaali xarfi lmudaaraca iyadoo xarafkii mudaaracada lagu bedelayo miiman madmuuma miim godan wa kasri maa iyadoo oo la bedelayo la hoos dhigayo maa waxa qabla alaakhiri aakhirka ka horeeya naxwu sida akrama yukrimu yukrimu soo mudaarici maa iyadaa miim godanu bedel maxay noqonaysaa fahuwa mukrimun haye karama yukarimu fahuwa mukarim hay indalaqa yandaliqu fahuwa mundaliq istakfara yastakfiru fahuwa mustakfir adalla yudillu fahuwa mudillun ixtalla yaxtallu fahuwa muxtallun cilaa gashay istacadda yastaciddu fahuwa mustaciddun acaada yuciidu fahuwa muciid inqaada yanqaadu fahuwa munqaad tacliil baa galay wash munqaadun soo maa munqaad ha munqaad washadda minhu waxaa ka shaadoobay gayru thulaathiga naxwu muxsan oo kale oo min axsana
iyo wayaafi halka baaficeed moodana qortay laakiin waa wayaafi yafcal gulaamu wa ilmu marku soo koro de dhugta yeeshay soo kaco ay min ay fa'al gulaamu wa ay wa yaani xaqay ka timi min ayna asmaru midhihi baa bislaaday wa adyud baa yana ka shaadooday min adyada adyada xaggaa waxaynu ku soo marnay ida axdasa cinda aljimaac oo ninku markuu waxaa isku tegay haddii xaggaa dambe neefi ka baxsato baa leedahay rajulun cadyud min cadyada marka muxsan waxay ku timi mufcal yaafic oo ay facaana waxay ku timi faacil yaanic waa la mid cadyud waxay ku timi facluul waa saas halkan wuxuu kugu qoray shax ah ismiga faacil sida loo dhisayo wuxuu kugu yidhi ثلاثي إيه وحدو كلا قادة غير ثلاثي ثلاثي كسدحو كلا قاد فعلاء مطلقة فعلاء مطلقة إيه فعلاء إيه أو متعدية فاعل كوكين فعلاء لاسمنا صدح ذا كوكين فعلنا إيه دي لاسمون ببيهان شرطي سوما إيه دانا لبضا كوكين وحي شادنا إسكالا okay halkan soo socota qaybta koowaad wuxuu kugu yidhi asmaada jaamidka iyo kuwa mushtaqa kala saar haye ficiladan soo socda ismi faacil ka samee sababtana cadee waxaad saa uga dhigtay aayadahan soo socda ismiga faacil ka soo saar wasankiisa sheeg ficilku ka yimina sheeg idinkaa akhrinaya insha allah asifatu lmushabbaha taana aan ku yar daro ma weyna way fududa tacriifuha tacriifkeeda ismun waa magac mushtaqun laga soo jeexay oo laga soo dilaaciyey min alficli laasimi ficil laasima oo faacil ku ekaada oo maxay lidilaalati si ay kuu tusto calaa manciddii ittasafa ku sifowday bilficli ficilka calaa wajhin qaabna ugu sifowday calaa wajhi thubuut qaab joogto sugnaansho waxaan guurayna sugan iyo wadawaamu joogto daa'im yacni waa maxay ismiga faacil waa wax ku tusiya tilmaan ma guurtaan soo maynaan odhan ismiga faacil wuxuu ku tusaa tilmaan guurta oo kaa suulaysa soo maynaan odhan iyaduna ma guurtay ku tustaa tilmaanaan kaa guurayn awsaantana waxay la leedahay ismiga faacil oo wixii dawaam tusaya kuwa aad soo aragtay unbay lamid noqonaya naxu sida muxamedu ninka muxamed eeda kariimun nadiif iyo kariim iyo shariif soo faciil ma ahayn waxay faa'iidaynayaan dawaam iyo thubuud karamka iyo deeqsinimadu waa wax qofka naftiisa ku lamaan shariif marka la leeyahay sharaftu waa wax qofka uu hagoogan yahay sidii mare aanu marna bixinayn waa mare uu sitoo kale waa waxaan ka guureen nadaafadani waa nadaafad qofkan mar walba lagu yaqaan ma aha isagoo dhusuq weynaan jira inuu shalay soo qubaystay waa wuxuu iska wato kariimku markaa waa tilmaan ma guurtaayoo lagu yaqaano bulshadu hadday soo hadal qaado leedahay ninka hebel haa ninkaasi waa nin deeqsiya waa nin gacan furan soo maarat markuu yaraa hadda oo uu weynaaday markii dhexe intaba kariimka u baahan jira waa wax thaabida waxaa la mida jamiil waa wax qurux badan jamaalka iyo quruxdaasina min way la socot waa wax ma guurtaayoo ma aha inuu galabtana foolux yahay berri aroore qurux badan yahay waa tilmaan ma guurtaayoo uu iska wato thubuud iyo dawaan shariif sharaftaa la mida wa jamiicu lawsaan dhammaan wasanadii assaabiqati kusoo hormartay fi ismi lfaacil ismiga faacil idaa qusida bihaa haddii loola jeedo athubuutu waddawaam wax suganoo joogtaa fii jamiici alazmina xilliyada oo dhan fahiya iyadu sifatun waa tilmaan mushabbahatun loo eekaysiiyey bismi lfaacil ismiga faacil wa in qusida biha haddii loola jeedo alxuduuthu waddawaam alxuduuthu waatajadud leh wax soo kordhay oo dib ka soo cusboonaaday fahiya awsaantu ismu faacilin weeye walaa tubnaa lagama dhiso asifatu lmushabbahatu sifada mushabbahada ilaa min alafcaali laasima ficil laasima mooyaane ficil laasima waxay ni waa marfuuca ku ekaada soo ma oo min baabi facula iyo facilo ka mida wa binaa'uhaa sifo mushabbaho in laga soo dhiso min ghayrihimaa facula iyo facilo waxaan ahayni qaliilun
waa wax yar okay halkaas sifada mushabahada iyo ismiga faacil waxa u dhaxeeya waa dawaamka iyo tajaddudka sifadani haday tahay wax aan joogi jirin oo hadda timi waa ismi faacil wasankani muxuu noqonayaa ismi faacil hadday tahay wax joogtaa oo aan guurayn maxay noqonaysaa sifo mushabaha tusaale ahaan qatala qaatilun qaatil waa calaa wasni faacil ma wax xaadisa oo marku soo korodhay qofka oo marku timiba mise dhalayo la arag yaaba waxbuu dilayo qawdaa ku hayay waa wax maxay ah xaadis idan mar hadday xaadis tahay ma ismi faacil baa mise waa ismi mafcuul waa ismu faacil okay waxaa la yidhi kariim waa deeqsi ninkaasina la aragyo wuu gacan furaa weligii maalinuu dhabcaalay lama arag mar hadday sifada deeqsinimadu tahay wax ma guurta oo gu iyo jiilaal qofkaa la socota habeen iyo maalin cadho iyo farxad meeluu degay iyo meeluu ka guuraba deeqsigaa qurayahay oo nin soo martiyey weligii aanu ka seexan oo marti gooma weligii celin wasan kariim waa calaa wasni faciil soo ma ma ismi faacil bay markaa noqonaysaa mise sifo mushabaha bay noqonaysaa waxay noqonaysaa sifo mushabaha idan adigu macnaha eego qofkan sifada loo tilmaamayaa hadday tahay wax daa'imana waa sifo mushabaha hadday tahay wax iyo isagoo aan jirin maanta yimidna maxay noqonaysaa ismi faacil tusaale ahaan haddii leeda jaabin ninkan isaguo nin dirica u ahaayo wax iska celiyo oo wiil hoog u ahaa inuu bay dayle waxaa la yidhi xambaarada waa iskaga dhacdaa wiil xiniinya lehe maalin buu si uunu baqay waxaa la yidhi jaabinun calaa wasni ninkani hadduu geesi ahaan jiray laakiin ay maanta ka yar binnistay jaabinkan ma ismi faacil baa mise waa sifo mushabaha waa ismu waayo waa wax mutajadid oo hadda kusoo kordhay haddii dee dhalayoba uu khaaq marka leeda albaabka ka boodi jiray oo leeda jabaanun calaa wasni facaal maxay noqonaysaa ma ismi faacil baa mise sifo mushabaha sifo mushabaha hadda intaa sifo mushabaha ismi faacil soomeeda kala fahmi وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سبحانك اللهم